بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج ملامح. ملمحنا النهارده بنتكلم فيه عن تنميه المهارات والابداع، دعم المشروعات الصغيره، على التدريب التحويلي، على انتاج منتجات لمشروعات صغيره تساهم في الانتاج المحلي، ممكن نقول تغيير مسار بعض الافراد سواء المسار الجامعي او المهني. يمكن كلها مسميات ومرادفات لشيء واحد، هو ان احنا بنبتكر شيء جديد يكون صالح للاستخدام في المجتمع اللي احنا بنعيشه، للمجتمع المحلي. مش شرط ان انت تبقى خريج نفس المكان اللي بتصنع منه الحاجة دي، لكن لا، ممكن تتدرب وفي اماكن بتساعدك على التدريب ده وتساعد ان انت تقوم ببعض المشروعات، منها حاضنة التراث اللي احنا بنقدم الحلقة منها اليوم. تابعونا وكونوا معنا. النهارده بنقول معانا منتج هو تحويل الخشب او تصنيع منتجات فنيه غايه في الجمال والروعه من خلال نوع معين من الخشب. في النهايه بيدينا منتج جمالي كل بيت وكل مكان بيحاول يقتني منه بعض هذه القطع. هتعرف على المشروع اكتر وعلى ايه موضوع الخشب وبيجيبوه من فين ودور حاضنة التراث في دعم الاستاذ كرولوس غالي صاحب المكان او المشروع اللي احنا موجودين فيه. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده يعني انا عايزه بتسلسل كده الموضوع. انا طبعا حضرتك قلت لي ان انت خريج كلية تجارة قسم محاسبة، ودي البداية، يعني انت مش خريج حاجة ليها ارتباط بالمكان اللي احنا موجود فيه او التصنيع اللي انت بتصنعه. فعايزك تقولي فكرتك عشان يعني تنور كده لبعض الشباب اللي احنا بيشوفونا دلوقتي. فكرتك كانت ازاي؟ انا معايا كلية تجارة، ممكن اشتغل في بنك، ممكن اشتغل في شركة، في اي حاجة، لكن اصنع منتج وان انا اغامر وضيع من وقتي وفيها بيزنس وفيها حاجات كتير. عايزة انت كشخص تكلمني من البداية فكرت في الموضوع ازاي. هم البداية انا اصلا الشغل النحت، انا كان بداية بتاعتي من بدري خالص. انا من قرية حجازة، فالقرية مشهورة اصلا بالمنتجات الخشبية، فاحنا معظم الورش عندنا موجودة في الخشب، فاحنا خدنا شربنا المهنة منهم. انا بالنسبة لي هي موهبة اكتر من هي دراسة، لانه اصلا انا هاوي رسم وهاوي نحت من زمان. يعني انا ابتديت المشوار صغير وانا سن 10 سنين، من كنت اخلص المدرسة وبطلع على الورشة مع خالي، كان معاه ورشة فكنت اشتغل معاه، فابتدى الموضوع معايا من بدري خالص. وبمراحل متسلسلة، يعني من بداية من 5 ابتدائي حتى هذه الفترة، لغاية لما دخلت كلية برضو. كنت اثناء الكلية انا كنت بدرس، وفي نفس الوقت كنت بشارك بطلع مؤتمرات تبع الجامعة في مسابقات رسم ونحت. فالموهبة بالنسبة لي غطت اكتر على الدراسة. بعد ما اتخرجت من الكلية اشتغلت 2.5 سنين محاسب فرع مالي واداري، بس ما حبيتش الموضوع، يعني الموهبة ما لقيتش نفسي فيه. فانا حابب النحت اكتر، والموهبة موهبة شدتني، وفي نفس الوقت يعني هي عايشة معايا من صغري، فهي رحلة مع بعض، فانا هويت الموضوع كده. فهمتني، يعني انا بحب اجيب الموضوع من بدايته علشان اشوف. طب يا ربي، هو اللي بيبقى خريج كده عشان مش لاقي يعني مجال اللي هو خريج تجاره، فمش لاقي المجال بتاعه فاضطر يروح، لا ده هو ليه واشتغل بس ما لقيش نفسه، وده شيء اجمل. يعني هو راح للحاجه اللي بيحبها، اللي كمان متدرب عليها من البدايه، مع احترامي اللي هو يعني فرشه خاله. فبنقول برضو يعني كرولوس بيفتح لنا كذا حاجه، وان احنا ولادنا برضو اهو نفعته وهو كبير، يعني من هو صغير ممكن يروح الولد. اكيد طبعا، هي الشغل الاول من هو صغير مش عيب، بالعكس هو بيسقل مهارات، خصوصا الطفل في مهارات انت بتكتشفها مع الاستعمال او التكرار. عندك الموهبة مش واخد بالك بالظبط كده، فهي الموهبة انت بتظهر معاك من البداية صغير، وبتبتدي تتفجر معاك اول لما بتكبر. يعني
في تحمل مسؤولية وفي اعتماد على النفس، يعني في حاجات كتير للموضوع زي ده. بيبقى فترة الأجازة احنا مش بنشجع عمالة الأطفال، لكن احنا بنقول ان انت ممكن تعمل اكتر من حاجة. يمكن في زمن كرولوس كان مثلا قبل الكمبيوتر والتكنولوجيا والكلام ده، ان انت تضيع يعني وقتك في شيء مفيد. شيء مفيد بالضبط كده، الأجازات كمان. تمام. فهي اللي كانت الشغل باستمرار. انا يعني مش بس كان اجازات، كان اثناء الدراسه انا كنت بخلص دراسه وارجع على الورشه اشتغل. فتره الكليه انا كنت بصرف، شايل نفسي تماما كمصاريف. لا ما بقولك هي بتكون شخصيه بغض النظر. يعني انا لما يعني بتكلم انا جاي اتكلم عن تصنيع الخشب والمنتجات، لكن بقول والله الخبره بناخدها مثلا لما بنتكلم مع حد زي كرولوس بيفهمنا. طب ما احنا ايه في لو مكان امن وده مكان خاله، وفي حد عندنا حد مثلا في العيله عنده صنعه معينه، مهنه معينه، مودي فيها وعلمه وينفع نفسه بعدين زي ما انت نفعت نفسك. وموضوع الموظفين ده خلاص يعني شيء يعني انتهى يعني. لا لا، وانا من شاب انا بشجع العمل الحر. يعني الوظيفه مهما كان هي ولا زي ما بيقولوا ولا هتغنيك ولا هتمنعك من الفقر، بس انت بتديك عنصر الامان بس يعني، بس الامان اللي على قده يعني. بالظبط كده. فانت هو زي ما بيقولوا بتزنقك في خانه معينه، بس انما العمل الحر هو بيديك فكره الابداع، انك تقدر تتطور من نفسك اكتر. حضنة التراث وازاي اتعرفت عليهم وازاي هم دعموك وازاي انت انشأت ومكانك ده وجيت ومحتضنينك في مدينة طيبة، يعني قولي الاجواء بتاعت الموضوع. من البداية خاصة من بعد ما خلصت كلية واشتغلت محاسب وقدمت استقالة، انا كنت في مكان في البيت استقلت بنفسي. استقالة يا جماعة دي كلمة صعبة قوي. مش اي حد بيعملها، بس اللي بيعملها بينجح والله. فبعد ما قدمت الاستقاله فانا قررت ان انا هركز في الشغل النحت بتاعي. انا بالاضافه للشغل الاستعماري بتاعي انا بعمل الشغل الكبير هو تماثيل وايقونات وجداريات بتاعت الفنادق والكلام ده. فكنت متخصص، خدت لي يعني في خصصت اوضه مثلا في البيت بتاعي انه بشتغل شغل هاند ميد، مش محتاج مكان اكتر يعني. بس مع الشغل الاستمرار بيجي فيه انتشار للشغل يعني بتاعي. بيبيع المنتج طبعا. اكيد طبعا. هو الشغل بتاعي في الاول كان مخصص شغل التماثيل والايقونات الدينيه، يعني متخصص شغل ديني اكتر يعني. بعد كده التماثيل زي العذراء مش عارفه كده بالظبط كده. وانا عامل شغل كتير على الصفحه بتاعتي موجوده. ايه التفاعل بقى من الناس اكيد طبعا. فكل مكان انا كنت بعمل فيه قطعه فكان فيه طلب فيه رغبه، فمع زياده الضغط وزياده الرغبه فانا حبيت اكبر المشروع اكتر، وحبيت برضو اعلم ناس شباب معايا تساعدني. مش هتقدر لوحدك يا كرولوس يعني، انت القطعه تقعد معاك قد ايه مثلا؟ هتقعد تطلع لي منتج كل يومين قطعه مثلا؟ لا، هو لو كتماثيل كبيره ممكن تمثال ياخد شهر مثلا شغل. لان قطعه كبيره مثلا احنا بنتكلم مجسم كبير ممكن بطول الفرد او جسمه يعني. بالظبط كده. وفي مجسمات صغيره وفي قنات صغيره. بالظبط. والقنات الصغيره بتاخد مرنج من 3 ايام لاسبوع، ده اللي هي حجم صغير برضو يعني برضو وقت. هي بس ليها الجمهور معين اللي يقدرها. فانا حبيت ان انا مع زياده الطلب والرغبه حبيت ازود المشروع اكبر المشروع، فاتجهت ان انا اخد مكان اكبر. فكان افضل مكان ان انا اخد فيه كان جهاز تمثيل مشروعات حضانه عمان الاقصى. فانا اتجهت هنا للمكان. هو المكان بصراحه بيدي خدمات محترمه جدا، بيسهل عمليات التراخيص الحكوميه، سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، كل ما يخص ما يتعلق القطاع الحكومي. يقول لك الحاجات الروتينيه اللي ممكن تمل منها انت اساسا كشاب وتغير رايك كمان. بالظبط كده. وفي نفس الوقت بيساعدني ان انا المكان كانه مكان، لان هو مضمون، بيساعدك انك انت تاخد قرض من البنك، القرض 5% بتاع الرئيس السيسي. فانا بدايه المشروع فلما جيت اخذت المكان جهاز كل اموري بصراحه ساعدوني فيها، واخذت قدمته على قرض من البنك، خدت قرض ب 400,000 جنيه، فتحت فيه الورشه وجبت فيه كبرت فيه المكن اللي هو موجود حاليا،
وكبرت النشاط بتاعي وزودت المساحه بتاعت الشغل بتاعتي. يعني بدل ما انا كنت محصور في مكان معين هو شغل التمثيل والايقونات، لا انا فتحت المجال على اوسع. دلوقتي احنا بنتعامل مع شغل شركات ومطاعم وفنادق، وزي الشغل الاستعمال اللي حضرتكم شايفينه ده. وجبت شباب معايا بعلمهم في نفس الوقت استفيد انا وهم يستفيدوا معانا. يا جماعه يعني بغض النظر عن بصوا، هو التطور بيبقى في كذا ناحيه. يعني كان بالنسبه لنا مثلا زمان ممكن اللي بيعملوا كرولوس ده كان بيعملوا مثلا النجار العادي، لكن هو شاب متعلم سلك مسلك تاني، حط اللمسه الفنيه بتاعته، اخد الاتجاه اللي هو يستفيد من دعم الدوله. دوله مقدمه دعم، ما استفيدش بيه ليه؟ ما خدش قرض، اجازف. لكن زمان مثلا كان نظام ايه، الورش الصغيره اللي هو يعمل حاجات بسيطه، ما فيش كانت المجازفه الفظيعه دي، فاهمني؟ بالظبط. فهو اول طريق النجاح لازم المجازفه، ده لازم تجازف عشان تنجح. فانا خدت المجازفه واخدت قرض من البنك، والحمد لله احنا خلصنا يعتبر 4 سنين، في احنا في السنه الرابعه وباقي سنه فيه، والامور يعني ماشيه تمام. مساحه الشغل بتاعنا توسعت، عملنا تعاقدات مع شركات في الشغل بتاعنا، عماله ومعانا عماله دلوقتي انا بدربهم وبساعدهم، وهم اتطوروا يعني بيتطوروا بسرعه. برضو الجهاز بيساعدنا في قصه المعارض، يعني اشتركنا في معرض تراثنا سنتين ورا بعض، ويعني بيحاول بصراحه ما بتخرجش عننا في اي حاجه. يمكن ده الفكر اللي بتتجه له الدوله، وده مش تحيز للدوله بصراحه. دلوقتي لما بقول النقطه دي بقول لما بتدعم المشروعات الصغيره، لما بتشجع الاستثمار، بتبقى مش وجهه نظر الاول. لو كان كرولوس شغلته، لو جابت الوظيفه يبقى كرولوس هو اللي استفاد، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على يعني زي مجتمع صغير بالكامل بدا يستفيد، العماله اللي معاه، الناس اللي بتشتري المنتجات، في حركه في السوق، دايره في دوره راس مال. قصدي ان دي اهميه المشروع. اكيد طبعا، اكيد اللي هو المشروع عامه، مش العائد بتاعه مش بيدير على صاحب المشروع نفسه. هو اي نعم هو صاحب المشروع بيبقى المستفيد الاكبر اكيد، بس انت برضو بتفتح بيوت معاك شغاله، شباب بتفتح لهم فرصه عمل وفرصه مفتوحه، بتساعد ناس كتير. يعني انت بس مش مجرد كمان العمال موجوده عندك، لا، في عماله بتشتغل ورا منك، تحقق دخل اكبر. وده المهم، يعني انك ما تبقاش حاصر نفسك في حته ان الاساسيات الضروريات، لكن دلوقتي لا، انا يعني دي تعتبر تجاره، يعني منها مهنه وتجاره. اكيد طبعا، اكيد 19 الربح في التجاره. فهو من كله سبحان الله اللي يتخذ الطريق. هو ممكن يكون كرولوس تعب في الاول، يعني اكيد واجه دروبات او مشاكل. اكيد طبعا، في بدايه المشروع فانت بتواجه اهم نقطه اللي هي التسويق. فانت شخص مش معروف، فانت عشان تقدر تفرض المنتج بتاعك والشغل بتاعك، فده محتاج مجهود اكبر منك ومحتاج تضحيات. يعني من ضمن التضحيات انك بدايه المشروع بتاعي انت بتشتغل، هنقول شبه، مش هقول بخساره، لا، بس انت يعني يا دوبك بتجيب تكاليفك مثلا، بحيث انك انت، لا، انا فرصه انك تعرض المنتج بتاعك، مش انا ما ببصش على الربح في الوقت الحالي. لكن انت لو بصيت على الربح في الوقت الحالي انت هتقفل المشروع لا محاله. يمكن لا يعني انت كلام، اتفضل كمل. فانت لازم تعمل خطه مستقبليه في بدايه كل مشروع. انت بتحط خطوات، اول خطوه بدايه انت بتعرض المنتج بتاعك والتسويق، بتحافظ على الثبات بتاعك، السيستم بتاعك في التسويق، انك هتبتدي صغير في درجات في طلوع السلم. فانت في بدايه المشروع هتواجه صعوبات في التسويق بتاعك، فانت محتاج تضحي شويه مثلا في الربح بتاعك، ما تغامرش بربح كبير، لازم تغامر بربح صغير حتى لو انت جبت مثلا تكلفه المنتج بتاعك، بس انت هتحافظ على الانتشار بتاعك. طول ما المنتج بتقدم منتج محترم، فالمنتج بيجي زي ما بقول الزبون بيجيب زبون. انت كل ما انت بتقدم خدمه محترمه فالزبون اكيد هيسال مين صاحب المنتج ده.
معلش يعني اخدت الحلقه لاتجاه تاني خالص. انا جايه اتكلم عن خشب السرسوم وعن الفن بتاعه وعن انتشاره وعن انتشاره في حجازه تحديدا. لكن انا يمكن خدتني تجربه كرولوس يعني وحسها جميله وانها تتحكي يعني ويمكن نستفيد بيها نفس الاستفاده اللي احنا اتكلمنا عن المنتج. لكن دلوقتي برضو هنتكلم في باقي الحلقه عن قول لي المنتج ده يعني تكوينه، الخامه بتاعته بيستحمل قد ايه، ايه الاشكال اللي انت عاملها، ليه حجازه تحديدا؟ هي حجازه تحديدا لانه بدايه الصنعه كانت من حجازه. يعني احقاقا الحق ان واحد ياخد حقه كان بدايه من دخل الصنعه في حجازه كان اسمه راهب اسمه بطرس ايون، كان جاي من فرنسا. هو نظام الرهبنه بتاعته هو خدمه الناس، مش راهب هو منعزل، لا، نظام الرهبنه ان هو ينزل يخدم الناس. فكانت عنده موهبه اللي هو شغل النحت والرسم، فيجمع شباب حجازه حوالين منه، ومن خلال خشبه السرسوع شدته اللي هو الخامه كالوان وشكل جمالي. يعني الخشب هو متواجد هناك، الخشب المتواجد يعني بالضبط. هو بالخشب عامه هي بذره اسمها خشب سرسوع او سرسوتري، او الاسم العلمي بتاعها هو النبات الوادي الهندي. هي النبته دي هي نبته دخلها محمد علي لمصر في الثوره الصناعيه تقريبا كانت سنه 1805. النبته دي بتمتاز بالقوه والمتانه والجمال، لان هي الوانها طبيعيه جدا، انت مش محتاج انك تدهنها صبغات او اي حاجه. فهي خامه وسنين خامه مش سامه، صحيه جدا، فانت بتستخدمها في الاستخدام الاكل الطبيعي العادي. مميزات الخامه دي برضو انت بتقدر تستعمل منها منتجات كثيره، بتبتدي مراحل شغل معينه. انت احنا بنشتري خشب كخامه كشجر عام، بعد كده بتخش على المنشار، مثلا منشار زي اللي ورانا ده، بتخش مرحله التبليط. انت بتطلع المقاسات بتاعتك، بتطلع مقاسات الخشب بتاعك. بعد كده المرحله الثانيه انت بتصفي المقاسات اللي انت محتاج كسمك او تخانه على الروبو، المكنه دي اللي اسمها روبو وتخانه مجموعه مع بعض. بعد كده بتطلع، انت بتحدد المنتج الشكل اللي انت محتاجه. في احنا منتجات كتير معانا، مثلا زي اطباق البولات واطباق السلطه واطباق الشوربه. هي الخامه قويه جدا لدرجه ان هي الكثافه بتاعتها عاليه، ما تصرفش ميه نهائي، لان هو حتى بيستخدموها في الفرن. بس لا خشب ما يدخلش الفرن، هي استخدام خارجي فقط. يعني انت ممكن تحطي فيها حاجه سخنه، او مش ملامسه مباشره للنار لانه خشب. لا النار اخي ده خشب، في النهايه خشب، بس هي صالحه للاستخدام النهائي. انت بتقدم فيها منتجات سخنه عادي جدا، مفيش اي مشاكل فيها. وثانيًا من الميزه بتاعتها ان هي من كتر الكثافه ما هي عاليه بتاعتها، هي بيستخدموها في الذهبيه بتاعت المراكب، لان هي ما بتسربش الميه خالص. بس عامله زي يعني طواجن عندنا بتدخل الفرن، فيعني الماء انا مش عارفه ده معقوله يعني ده بالادوات؟ بالادوات اكيد. هي الطبق ده بيتعمل على مكنه اسمها المخرطه، بيخش مخرطه، هي شغل يد وهاند ميد بالكامل. بعد كده بتخش مرحله التفنيش، بتصنفر بكذا مراحل صنفره، وبعد كده بالدهان صدر، وبعد كده زيت زيتون عشان يبقى صحي وقابل للاستخدام، لغايه لما توصل الملمس الناعم اللي حضرتك شايفه. طب في اكيد منتجات بتبقى مطلوبه منك، دي حلوه قوي، دي صينيه، صينيه شاي وصينيه تقديم، او فيها منها مقاسات مختلفه واحجام مختلفه وتصميمات كتير مختلفه. انت بترسم الاول بقى، بترسم الشكل اللي انت عايزه على ورق ولا على ايه؟ لا احنا كنا بنرسم زمان على الورق، بس بيحصل تطور بقى. بس ايدك اخدت فيها على طول على بالظبط كده. وصلنا لمرحله برضو ان احنا قدرنا ندخل، يعني انا عن نفسي قدرت ادخل المكنه السي ان سي في الشغل ده. احنا كنا نعمل المنتجات دي بالكامل، كنا نعمل المنتجات دي بالكامل يدوي هاند ميد. فطبعا انك تشتغل القطعه هاند ميد من الاول لاخر، فانت انتاجك قليل جدا. ومع الوقت الحالي السوق بيجي فيه انفتاح في السوق رهيب جدا، وفي ضغط جدا وطلب على المنتج، فانت كده مش هتقدر توافي الكميه دي، انت محتاج عماله رهيبه. فاحنا دخلت المكنه السي ان سي معانا في الشغل، بتبتدي هي بتساعدنا تدينا مثلا خطوات 50%، فهي قربت علينا المسافه كتير جدا في الشغل. فلغايه لما نوصل فقدرت تساعدنا ان احنا نقدر نوافي السوق حاليا. ان شاء الله توصل للتصدير كمان. ان شاء الله، اكيد اكيد. يعني اللي عنده طموح زي كرولوس بدا من البدايه كده، لا يبقى في يوم من الايام انا واثقه ان في تصدير، يعني وهتعرف مداخله ايه ومخارجه. وانت طبعا شاب متعلم، يعني الوسائل ده هيبقى سهله بالنسبه لك. اكيد طبعا.
ان شاء الله. كل التوفيق لحضرتك طبعا، وبنشجع دايما الصناعات، بنشجع الابداع، المهارات. هو لما بيعمل اي قطعه زي دي بيحس فيها بروحه لانها فيها فن، هو مطلع حاجه بمزاجه. فكل التحيه والتقدير طبعا انا بص هقول لك الفنان بقى كرولوس، لاني المفروض كنت اعرفه كده ان هو في النهايه بيطلع منتج فني، مش بغض النظر خريج بكالوريوس تجاره، لكن هو في النهايه الشغله الحاليه ليه ان هو بيعمل فن تصنيع الخشب وتدويره مره اخرى. فزي ما بنقول مشاهدينا دايما بنحاول نقدم لكم النماذج المنتجه، النماذج الشابه الناجحه اللي شباب كتير ممكن يعمل زيها التصنيع، واللي هو في مستقبل بلدنا، وممكن ينمي مواردها وينمي موارد الفرد نفسه. فيمكن كلها اهداف كبيره بنحاول ان احنا نقدمها ونسلط الضوء على اصحابها، ونشوفكم دايما في حلقات جديده من برنامجكم ملامح.